كده. تمام كده. اوكي صباح الخير جميعا. النهارده احنا المفروض هنشرح توبيك خفيف وسهل قوي اللي هو الدايركت والاندايركت اوفثالموسكوبس. تمام، احنا ندي هايلايتس على الامبورتنت اوبتيكال برينسيبل بتاعهم، وده هيفتح لنا سكه ليهم ولبعض الماشينز الثانيه او الانسترومنتس الثانيه او الاوبتيكال انسترومنتس الثانيه. طبعا احنا عارفين ميثودز اوف فاندس اكزامينشن كتير قوي، منهم الدايركت والاندايركت، البايومايكروسكوبي، وحاجات كتير قوي. كل الحاجات دي مبنيه على برينسيبل ثابت، بس عايزين نسال نفسنا الاول سؤال: ليه انا لما ببص على البيوبل بتاع اي حد ما بشوفش الفاندس بتاعه؟ يعني ليه انا لما ببص على اي بيوبل بشوفه دارك بلاك؟ الناس لما دورت في النقطه دي لقيت ان انا عشان اشوف الفاندس محتاجه شرطين. الشرط الاولاني ان انا يبقى عندي سورس اوف اليومينيشن. سورس اوف اليومينيشن يعني لايت سورس. عايز اجيب البوينتر. الشرط الاولاني انا محتاجه سورس اوف اليومينيشن ينور لي الفيو بتاع الفندس اللي قصادي، يعني عايزه نور، عايزه مصدر اضاءه. ومصدر الاضاءه ده هيخش ثرو ذا اوبتيكال كلير ميديا بتاعه الشخص اللي قصادي ويبقى ريفلكتد عشان اشوف. فده اول شرط، ان الارايز بتاعتي في سورس اوف اليومينيشن تنور لي العين بتاعه السبجكت وتبقى ريفلكتد منها بحيث ان انا اشوفها. طيب لو انا عملت كده ممكن برضه ما اشوفش الفندس. لازم شرط تاني يتحقق. الشرط التاني يتحقق ايه؟ ان الاوبتيكال سيستم اللي انا خلقته او الاليومينيشن بيم اللي داخل العين ده والفيوينج سيستم بتاعي ما يبقوش بالظبط راكبين على بعض، ما يبقوش الاثنين على نفس اللاين، والا هيحصل دازلنج، انا مش هشوف حاجه، ضوء داخل وخارج قدامي في نفس الخط انا مش هشوفه، هيحصل عندي دازلنج واستعاده للصوره، وبالتالي لازم يبقوا سلايتلي كواكزيال، سلايتلي سيبريتد من بعض. البرنسبل ده في الاوبتكس اسمه جولشتراند برنسبل، وده اللي بيخليني لما اطبقه في الماشينز بتاعتي ان انا افصل الفيوينج سيستم عن الاليومينيشن سيستم اقدر اشوف، اقدر ابص على اللي قدامي. طيب ندخل على الماشينز بتاعتنا. اول حاجه فيها هي الدايركت اوفثالموسكوب. الدايركت اوفثالموسكوب ده باي ديفينيشن كده احنا بنقول اتز ميثود انا بشوف بيها صوره ايركت وفيرشوال وماجنيفايد للفندس اللي قدامي. طيب ليه اسمه دايركت اوفثالموسكوب؟ ليه سميناه دايركت مش اندايركت زي التاني؟ لان انا بشوف صوره مباشره حقيقيه للفندس اللي قصادي، ما عنديش صوره في النص، ما عنديش انترميديت ايمج زي ما بشوف في الاندايركت اوفثالموسكوب، وبالتالي سميناه دايركت اوفثالموسكوب. طيب تعالوا نحقق الشروط بتاعتنا علشان اقدر اخلي الاوبتيكال سيستم ده يشتغل. اول حاجه انا في الدايركت اوفثالموسكوب عندي هاندل، الهاندل دي جواها لامب، يبقى انا حققت اول شرط اللي هو السورس اوف اليومينيشن، صح كده؟ طيب اللمبه اللي هتطلع نور دي هي انا محتاجه ان انا ريفلكت ذيس لايت انتو ذا اكزامند اي. عشان اغير اتجاه الضوء في الاوبتكس عموما انا محتاجه حاجه من الاثنين، يا مرايه يا بريزم. يعني يا اما اعمل لها ريفلكشن بمرايه يا اما ادخلها في بريزم والف الضوء ده من اتجاهه. فانا هنا هحتاج مرايه او هحط عندي ميرور، اوكي؟ الميرور دي هترفلكت اللايت بيمز اللي الهالوجين لامب دي بتطلعها لي جوه الاكزامند اي. وبما ان هو اوبتيكال كلير اللايت ريز دي هترجع تاني، بس شوفوا اللايت اليومينيشن سيستم جاي من هنا وريفلكتد بيم جاي من حته موازيه ليه مش عليه بالظبط، هيخش جوه الاوبريتور اي بحيث ان انا اقدر اشوفه. تمام؟ ده اول جزء في الاوبتيكال سيستم بتاعي. طيب ايه كمان؟ قال لنا والله طيب انا كشخص مش لازم اكون ام تروب، والشخص اللي انا ببص عليه ده برضه مش لازم يكون ام تروب، يبقى لازم نحقق ان انا والشخص اللي قصادي ده كوركت الاميتروبيك ايرور اوف ريفراكشن بتاعه. فخلقنا جوه الدايركت اوفثالموسكوب حاجه اسمها لينز ويل. اللينز ويل دي هي عباره عن حاجه بتحقق لي النت ريزلت او النت ريفراكتيف ايرور بتاعي وبتاع العيان. بمعنى لو انا شخص ام تروب زيرو والشخص اللي قصادي بلس 3، اللينز ويل دي انسك هحطها على بلس 3. لو انا ماينس 2 وهو ماينس 3 هلف الانتر بحيث ان النت ريزلت تبقى بلس 1. يبقى اذا النت ريفراكتيف ايرور هو ده اللي بتصلحه لي لينز ويل. تمام؟ طيب في حاجه ثانيه احنا ما قلناهاش. اي لمبه بتطلع ضوء بتطلع الضوء بتاعي مشتت. تمام؟ مش بارلل بيمز.
وانا محتاجه ان انا افوكس اللايت اللي طالع من البيم ده على السبجكتس اوف ريجارد بتاعي. فبنحل حاجه اسمها كوندنسنج لينسز، تو لينسز يتحطوا في الهاندل بتاعت الدايركت اوفثالموسكوب. واحده منهم هتاخد الضوء المشتت اللي طالع من اللمبه دي هي وهتخليه لي بارلل ريز، اوكي؟ امال الثانيه هتعمل ايه؟ هترجع تجمعه تاني انتو ا بوينت فوكس على المرايه اللي انا قلت انها هترفلكت اللايت بيم ده على السبجكت اوف ريجارد. يبقى انا الاساس بتاعي سورس اوف اليومينيشن وتو كوندنسنج لينسز ثم ريفلكتنج ميرور، اللي ميرور دي انكلينيشن بتاعها حوالي 45 ديجري بحيث انها ترفلكت اللايت بيم على السبجكت اوف ريجارد، هيبقى ريفلكتد باكوردز ثرو هيز اوبتيكال كلير ميديا، تمام؟ وهيعدي على سيت اوف كومبنسيشن لينسز تصلح الايرور بتاعي وبتاع البيشنت بحيث ان انا في الاخر اشوف الصوره بتاعتي بشكل دايركت. انا كده كونت صوره واحده ما كونتش صورتين، تمام؟ ده منظر الشخص البارلل ريز لو انا بتكلم على شخص ايميتروب. لو انا بتكلم على شخص مايوبيك وايميتروبيك اوبزرفر بحط عدسه تصلح المايوبيا، بحط كونكيف لينس لان البيمز اللي طالعه من عنده طالعه كونفرجنت، فانا هرجعها بارلل تاني بالكونكيف لينس، والعكس لو كان هايبر متروب. طيب ايه كمان؟ وهي قال لنا الدايركت اوفثالموسكوب ده فيه اكسسوارز كتيره، انا ممكن استعمله استخدامات كتيره قوي. ممكن اخلي السبوت اوف لايت دي ادجستد للبيوبيلاري سايز، فممكن يبقى عندي حاجه اسمها يعني الاكسسوارز دي بنسميها ابرتشرز اند فلترز، تمام؟ الابرتشرز دي هي فتحات بتشكل الضوء، ولا الفلترز هي عباره عن كلر معين للضوء ده. الفلترز زي بتاعت الستريت لامب، عندي جرين فلتر وعندي بلو فلتر. طبعا الكوبالت بلو معروف ان هو بيشوف حاجه، اي حاجه ستيند بالفلوريسين. لما الكلمه دي ترن في وداني، الله انا بتكلم على جهاز بيشوف الفندس، هل اقدر اشوف بيه الانتير سيجمنت؟ اقدر. وهنشوف ازاي هقدر اشوف بيه الكلام ده. طيب امال الجرين فلتر؟ الجرين فلتر ده بيشوف يا اما حاجه فيها هيموريج يا اما حاجه ريتنا النيرف فايبر، وده انا بستعمله في الفندس اكزامينيشن اكيد. لو بشوف عيان جلوكوماتس او بشوف عيان عنده دايابيتيك ريتينوباثي او واتس ايفر، بيخلي اللون الريد مور بلاك وريتنا النيرف فايبرز تبان لي الحتت اللي فيها دروب اوت. امال الابرتشرز؟ الابرتشرز فيها حاجات ادجستبل للسايز اوف ذا بيوبل، يعني اقدر ابص على بيوبل ضيق شويه او بيوبل دايليتد. وفي حاجه اسمها السليت ابرتشر، دي عباره عن خط مستقيم بيخليني اقدر ايفالويت لو عندي ريتنال اليفيشن، يعني عندي حته فيها ريتنال اليفيشن او ديبريشن زي سكار مثلا. السليت بيم ده هو هقدر اشوف الكونتور بتاعه ديستورتد، وبالتالي اقدر ايفالويت اذا كان ده ليجن عالي او لا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن ايفالويت بيه ديسك لو كان الديسك ده عالي او فلات في حالات البابيلديما مثلا. وعندي حاجه اسمها فيكسيشن ستار او فيكسيشن ابرتشر، بحيث ان انا قلت العيان بص على الضوء وهو باصص على الضوء بس عينه مش سنترلايز، اقول اه العيان ده ممكن يبقى عنده اكسنتريك فيكسيشن. طيب ننتقل لنقطه ثانيه في الدايركت اوف ثيرموسكوب، وهي البوينت اوف ماجنيفيكيشن. اي ماجنيفيكيشن في الاوبتكس بيبقى ممكن يبقى حاجه من الاثنين، يا يبقى حاجه اسمها لينير ماجنيفيكيشن يا اما حاجه اسمها انجلر ماجنيفيكيشن. ايه الفرق؟ لينير ماجنيفيكيشن مش معتمد على الديستانس ما بيني وما بين الاكزامينت اريا، تمام؟ لكن الانجلر ماجنيفيكيشن معناها ان كل ما بقرب من حاجه الانجل سبتندد بيني وبينها بتزيد، وبالتالي حجمها بيزيد. لو انا بص على حاجه من مسافه بعيده بشوفها صغيره، كل ما اقرب منها بشوفها بعيد. طب احنا هنا في الدايركت اوفثالموسكوب بنتكلم على ويتش تايب اوف ماجنيفيكيشن؟ والله لو انا اعتبرت ان انا بتكلم على لينير ماجنيفيكيشن، يبقى الدايركت اوفثالموسكوب ده ما بيعمليش اي نوع من الماجنيفيكيشن، وبالتالي ده مش الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها خالص، مش النقطه بتاعتنا خالص. امال ايه؟ النقطة بتاعتنا إننا فعلا كل ما بقرب من الأوبجكت أوف ريجارد حجم الأوبجكت ده بيزيد، تمام؟ يبقى أنا بتكلم على أنجلر ماجنيفيكيشن. أحسبه إزاي؟ الأنجلر ماجنيفيكيشن ده ممكن أحسبه من اللوب فورمولا، تمام؟ اللي هي الفورمولا بتاعة الماجنيفاير اللي هي بتقول لي الباور أوف ذا لوب أوفر 4، تمام؟ أو إن أنا أستعمل الحاجات اللي أنا بقيسها في ريديوسد أي، اللي إحنا كنا خدنا في أول الأوبتكس حاجة اسمها ريديوسد أي وسكيماتيك أي. انا هستعمل الارقام اللي موجوده في الريديوس لاين. طيب لو انا استعملت الباور او اللوب فورمولا، ودي اسهل حاجه، بتقول لي ايه؟ بتقول لي الباور اوف ذا لوب اوفر 4. الباور اوف ذا لوب ده اللي هو ايه؟ العين بتاعتنا فيها 2 بلس لينسز، الكورنيا واللينس، واحده ثابته واحده متغيره، وعندي اكزيال لينس بتحكم برضه في الباور اوف ذيس لوب. لو انا اعتبرت السبجكت اوف ريجاردز بتاعي اميتروبيك بيرسون، يبقى انا هقول والله العدسه 18 والكورنيا 42، يبقى التوتال باور بتاعتي 60 دايوبترز، تمام؟ وبالتالي لو قسمت ال 60 على 4 هيطلع لي الباور بتاعتي كام؟ 15. طب افرض انا عندي عيان هايبر متروبيك مثلا سي بلس 10، يبقى الباور اوف ذا لوب اقل ولا اكتر؟
اقل، لان هيبقى ساعتها بدل ما هو 60 دايوبتر بقى 50 دايوبتر، يبقى انا قسمت ال 50 على الاربعه تبقى اقل طبعا من الاميتروبيك، تبقى الصوره حبان في الهايبر متروبس اصغر. ولو انا عندي عيان مايوب ماينس 10 العكس صحيح، هقسم رقم كبير على رقم ثابت، يبقى انا في اللوب باي ذا لوب فورمولا اقدر احسب الباور اوف ماجنيفيكيشن للدايركت اوف ثيرموسكوب. في طريقه ثانيه ان انا اقول والله النير بوينت اوف ديستنج فيجن على الفيرشوال ايمج. الكلام ده الفيرشوال ايمج، الايمج بتتكون على انتيرو فوكال بوينت اوف ذا اي، اللي انا لو حسبتها من الريدوسد اي فورمولا انتيرو فوكال بوينت دي بتبقى حوالي ماينس 15.7، يعني تقريبا 15 مللي من الانتيرو كورنيال سيلفس. اما النير بوينت اوف ديستنج فيجن للعيان النورمال الاميتروب اللي هي اقرب نقطه اقدر اشوف فيها ديستنج فيجن هي حوالي 25 سم اللي هي ريدنج ديستنس. فانا لو قسمت ال 25 على ال 15 هتطلع لي النير ريد ديستنس. يبقى انا في الـ في الـ في الايمج ماجنيفيكيشن ممكن استعمل دي او دي. طبعا اللوب فورمولا اسهل ومور يعني يوزر فريندلي اكتر. طيب استخدامات الدايركت اوفثالموسكوب كتيره قوي، يمكن احنا قلنا واحده منها مثلا انا باكزامن بيها الفانجس، تمام، ممكن ايفالويت بيها ريتينال سكار، ممكن ايفالويت بيها بابيليديما. ازاي؟ لو انا بعمل فوكسنج بالترايل سيت اوف لينسز بتاعتي دي على عيان مثلا سي انا اميتروب والعيان ده المفروض ان هو اميتروب، لقيت نفسي شايفه الريتنا على المسافه العاديه على الزيرو، وجيت على الديسك لقيته بليرد وبديت ان انا ازود الباور شويه فبقى واضح معايا مثلا سي عند بلس 6، يبقى العيان ده عنده ديسك اليفيشن مقدارها بلس 6 دايوبترز. ولما اجي اعمل له فولو اب لو بيريزولف هلاقي ان الباور دي بتقل. ده اكزامبل، وده كان زمان بيستعملوه ما بقاش دلوقتي يعني. انما اتس ا واي اوف ايفالويتنج ذا اماونت اوف اليفيشن اند فولوينج اب ذا بيشنت. ممكن استعمله في الانتيريو سيجمنت اكزامينيشن ان انا ايفالويت الليفل اوف ذا اوباسيتي. الليفل اوف ذا اوباسيتي بتاعي ده هو قدام ولا ورا، يعني قدام في الانتيريو سيجمنت ولا ورا اللينس، قدام اللينس ولا وراها، عن طريق الموفمنت ان انا لو بتحرك انا والدايركت اوفثالموسكوب في اتجاه اشوف الاوباسيتي دي بتتحرك معايا ولا اجينست. كل ما تكون قدام هتتحرك اجينست، كل ما تكون ورا هتتحرك ويت. ان انا لما اعمل ريد ريفلكس اشوف عندي سنترال اوباسيتي في النص، او ده ممكن يبقى العين ده كاتاراكتس. ان انا اقلبه على الجرين فيلت على البلو فيلت واشوف بيها كورنيال ستيننج، ساعتها انا بعلي الباور بتاعتي لبلس لمور بلس عشان اقدر اشوف حاجه مور انتيريور. فانا عندي استخدامات كتيره للدايركت اوفثالموسكوب، بينج ان هو كمان بورتابل وسهل ان انا اتحرك بيه، ممكن ان انا يعني اقدر اشتغل بيه في سكريننج بيربسز او حاجه زي كده. طبعا هو بيديني ماجنيفيكيشن عالي، اقدر ان انا اتعامل بيه بسرعه، لوور كوست عن حاجات ثانيه، بس هو مشكلته الاساسيه الحقيقه حاجتين، هو بيشتغل على شورت وركينج ديستانس، انا بقرب قوي من العيان. طبعا ده ما ينفعش لو انا بتعامل مع عيان سورس اوف انفكشن، عيان كوفيد مثلا او حاجه، مش هقدر ان انا اقرب منه قوي واكزامن، او عيان عنده ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن عموما. الحاجه الثانيه ان هو مونوكيولر، انا شايفه بيه بعين واحده، فانا مش شايفه 3 دايمنشنال ايمج. والحاجه الثالثه اني ما اقدرش اشوف البريفري اوف ذا ريتنا، انا بايفالويت بيه بوستيريور بول اللي هو ديسك وماكيولا، تمام. طيب نتنقل على اخوه بقى الاوبوزيت ليه اللي هو الباينوكيولر ان دايركت اوفثالموسكوب. احنا لما قلنا دايركت اوفثالموسكوب قلنا ان احنا بنشوف صوره مباشره للفندس، ما عنديش انترميديت ايمج، ما عنديش صوره خياليه من دماغي انا ببص عليها. يبقى اكيد بالمنطق كده انا في الاندايركت اوفثالموسكوب هشوف صوره هوائيه او بنسميها ايريال ايمج موجوده في مكان ما، ولا اللي هبص عليها بنفسي. يبقى في صورتين يعني الفانجس الحقيقي في حته، والصوره اللي انا بشوفها دي اللي هي اتس ان انفرتد ايمج لاترالي ريفرسد، هشوفها في مكان مختلف، تمام. طيب انا بتعامل معاه ازاي؟ انا بتعامل معاه على اني انا بخلي صوره تتكون ما بيني وما بين اكسسوري لينس. الصوره دي متكونه في الهواء فبنسميها ايريال ايمج. يبقى انا كده خليت العيان بتاعي ارتفيشالي مايوب. ليه؟ لان العيان بتاعي ده له باور اوف هيز اي، وانا كمان استعملت كوندنسنج لينس بلس لينس، فانا كده خليت الباور بتاعه العين دي عاليه جدا. يعني كاني خليت العين دي هي والكوندنسنج لينس السيستم ده كله على بعضه ايه؟ استرونوميكال تلسكوب، تمام؟ طيب ده هيفيدني قدام لما اجي اتعامل في الماجنيفيكيشن بتاعي. يبقى انا هنا عندي البيشنت، تمام، والاكزامينر، وفي كوندنسنج لينس، وفي صورة بتتكون ما بيني أنا وبين العدسة دي. الصورة دي هي inverted and laterally reversed، مقلوبة ومعوجة، تمام؟ يعني رايت ليفت وليفت رايت، تمام؟ طيب احنا اتفقنا قبل كده عشان اشوف فندس بتاع عيان محتاجة ايه؟ source of illumination افصله عن الفيوينج سيستم، صح؟
وعشان السورس اوف اليومينيشن ده هو بيطلع لي بطريقه بازل، محتاجه كوندنسنج لينس تجمعه. يبقى انا هحط نفس الحكايه، انا هحط عندي السورس اوف لايت وهحط عندي لينس، ومحتاجه اللينس دي بمرايه ريفلكت انتو ذا بيشنتس اي، هي نفس الاوبتيكال برنسبل، بحيث ان هو يخش ثرو ذا بيشنتس اي ويبقى ريفلكتد باكوردز. تمام، وهغير اتجاهات الضوء دي بسكك مختلفه عشان يعدي تاني على الكوندنسنج لينس، وانا كاوبزرفر اشوف الصوره. طيب لو انا باجزامن عيان ومعايا كوندنسنج لينس وانا هبص على الصوره ما بيني وما بين الكوندنسنج لينس، غالبا انا كشخص هضطر اعمل اكوموديشن عشان اشوف الصوره اللي هي قريبه جدا مني دي. اوكي، يبقى الاكزامينر ويل اكوموديت عشان يشوف ذيس ايمج. يبقى انا كده مش هقدر استعمله على سكيل واسع، لان كل شويه الاوبزرفر ده هيبقى اندر كونتينوس اكوموديشن فهيتعب. فلازم اخلق حاجه جوه السيستم بتاعتي ابولش ذيس اكوموديشن زي ما هنشوف كمان شويه. طيب تعالوا نتخيل كده السورس اوف اليومينيشن بتاعي موجود فين، والريفلكتنج ميرور كلهم موجودين في في الهيد اوف ذا اوفثالموسكوب، في الدماغ بتاعه، المنطقه اللي هنا. يبقى هنا معايا السورس اوف اليومينيشن والكوندنسنج لينس والمرايه اللي هتعكس الضوء. اجين الضوء بتاعي ده هو هيعدي، لو ده الاكزامينر ودي الاكزامند اي، البيمز دي هتبقى ريفلكتد باكوردز من هذا الاكزامن بيشنت او من البيشنت ده، هتعدي على بلس لينس بحيث انها تكون لي صوره في المنطقه دي والاكزامينر يقدر يشوفها. احنا قلنا ان العيان الشخص الاكزامينر هيضطر ياكوموديت، فاحنا هنريح الاكوموديشن ده بحيث ان احنا نحط له هنا عدستين، كل عدسه قدام كل عين بلس 2، والعدسات دي هي بتتخلع وبتتركب، وعادة ما بتبقى لوست من الاوفثالموسكوب لو احنا ما حافظناش عليها، اللي بتتشال منه بطريقه او باخرى. تمام كده؟ طيب لو انا تخيلت الباور بتاعي ده زي ما قلنا من شويه، العين والكوندنسنج لينس، كاني بتكلم على استرونوميكال تلسكوب، بحيث ان الاوبجيكتيف لينس بتاعتي تمام هتبقى هي الكريستالاين لينس بتاعت العيان والكورنيا بتاعته الباورز بتاعتها، والكوندنسنج لينس دي هي الاي بيس. طيب الكوندنسنج لينس دي اللي احنا بنعتبرها حاجه مهمه جدا 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 جدا، ليها باورز مختلفه تمام، وليها وركينج ديستانس مختلفه، يعني انا بمسكها بباور مختلف، وكمان ممكن اقرب وابعد عن العيان بديستانسز مختلفه. ممكن احنا نكون بنعمل الكلام ده مش واخدين بالنا، احنا ساعات عشان نعمل فوكسنج بنقرب او بنبعد هذه الكوندنسنج لينس. طب الكوندنسنج لينس دي هي ليها باورز مختلفه زي ايه؟ اشهر عدسات العدسه ال 20 اللي احنا عارفينها اللي هي بلس 20، في عدسه ثانيه بلس 28 او بلس 30 بنستعملها اكتر في الاطفال، وفي عدسه بلس 30 انا الحقيقه ما شفتهاش في حياتي. تمام، طيب الفرق بين العدسات دي هي ايه؟ كل ما الباور بتاع العدسه بيزيد بيديني ماجنيفيكيشن اقل وبيديني فيلد اوف فيو اوسع، عشان كده احنا ال 28 بنستعملها اكتر في الاطفال الصغيره عشان نقدر نشوف بيها الفندس اوسع مساحه ممكنه في اقل وقت ممكن. طيب اذا الباور اوف ذيس لينس از ان انتجرال بارت اوف ذا ماجنيفيكيشن اوف ذيس اوفثالموسكوب، صح كده؟ طيب الباور اوف ذا كوندنسنج لينس دي احنا بنحسبها ازاي؟ لو انا بتكلم ان انا عندي عدسه بلس 20 تمام كده، وانا حطاها هنا عند الانتيريور فوكال بوينت اوف ذا اي، العدسه البلس 20 دي هي الانتيريور فوكال ديستانس بتاعتها كام؟ العدسه عشان احسب الفوكال ديستانس بتاعتها 1 على 20، صح كده؟ اللي هي هتطلع 5 سنتي، صح كده؟ والانتيريور والديستانس ما بين النودال بوينت اوف ذا اي والريتنا بتاعت الشخص الاكزامينر كام؟ من الريديوسد اي بتطلع حوالي 17. تمام؟ طيب لو انا جبت عدسه اكبر منها بلس 28 وقسمت الواحد على 28 هيطلع رقم اقل ولا رقم اكبر؟ اقل، وبالتالي لما اقسمه على رقم ثابت يبقى كل ما الرقم ده يقل هيديني ماجنيفيكيشن اقل، يبقى اذا كل ما العدسه الباور بتاعها بيزيد الماجنيفيكيشن بتاعها بيقل على حساب الفيلد الاوسع، تمام؟ طيب حاجه ثانيه الريفراكتيف ستيت اوف ذا بيشنت، بمعنى ان انا لو بتعامل مع عيان مايوب غير لو بتعامل مع عيان اميتروب غير لو بتعامل مع عيان هايبر ميتروب. طبعا انا باكزامن العيان من غير نظاره، فانا بتعامل مع العيان ده هو ان كوركتد، صح كده؟ العين الاميتروبيك اريز تطلع منها بارلل، العين المايوبيك اريز تطلع منها كونفرجن، العين الهايبر ميتروب بتطلع منها دايفرجن. طيب تعالوا نشوف هنا هو في العيان ده لو هو اميتروبيك وادي الكوندنسنج لينسز وكل الريز طالعه بارلل، يبقى ريجاردلس anything مفيش عندي تغيير في الماجنيفيكيشن بتاع الصوره،
لو انا خليت العيان ده هو المايوبيك والريز بتاعته مور كونفرجنت، الصوره هتتكون هنا اقرب واصغر، لان انا خليت البيمز دي كونفرجنت وهتعدي على عدسه بلس هتخليها مور كونفرجنت، يبقى الصوره هتتكون قدام شويه وهتتكون اصغر في الحجم. والعكس في الهايبرميتروبيا، الريس هتطلع دايفرجنت، العدسه دي هتعمل لها كونفرجنس شويه بس برضه ستيل اتيز ابعد واكبر في الحجم. يبقى في المايوبس الصوره بتبان اصغر، في الهايبرميتروبس الصوره بتبان اكبر. تمام؟ طيب يبقى احنا قلنا الافكتفنس بتاع الماجنيفيكيشن بيعتمد على الباور اوف ذا كوندنسنج لينس، الريفراكتيف ستاتس اوف ذا بيشنت، صح كده؟ حاجه كمان ذا بوزيشن اوف ذا كوندنسنج لينس، العدسه دي انا بقربها ولا انا ببعدها؟ تمام؟ طيب لو انا تخيلت ان ده اميتروبيك اي، واحنا قلنا كل الريز اللي طالعه من الابيتروبيك ايز بارلل لبعضها، صح كده؟ يعني كل الريز اللي طالعه كلها بارلل تو ايتش اذر. لو انا تخيلت ان ده الاوبتيكال اكسس اوف ذا اي، ودي ريز البريفرال اللي طالعه من العين، تمام؟ كل ريز دي مع اختلاف الوانها سبتندنج افيكسد انجل ما بينها وما بين الاوبتيكال لاين ده، شايفينه؟ يعني كل الخط المستقيم ده كل الريز دي بارلل، وبالتالي الانجل اللي ما بينها وما بين الاوبتيكال الاكسس ثابته، تمام كده؟ يبقى انا لو قربت العدسه او بعدتها الصوره اللي هتطلع في الاخر هتبقى حجمها ثابت، لان كل الريز دي هي سبتندنج ا سيرتن انجل ويتش از فيكسد انجل. لو انا خليت العيان بتاعي مايوب هيبقى عندي كونفرجنت لايت بيمز، كل لاين من دول كونفرجنت في ديجري مختلف عن التاني، يعني السنترال بيمز تبقى مور كونفرجنت عن البريفيرال بيمز، وبالتالي كل ما العدسه دي هي هقربها او هبعدها انا كده بقيت بتعامل مع بيم مختلف من العين، تمام كده؟ وبالتالي في المايوبيا كل ما بقرب لقدام كل ما الانجل سبتندد ما بين اللايت ده والاوبتيكال اكسس بتبقى اصغر، وبالتالي الصوره بتبقى اصغر في المايوبيا. واحنا قلنا اصلا المايوب بيكون صوره اصغر من غيره، يبقى كمان لما بقرب ناحيته بكون صوره اصغر، ولما ببعد بكون صوره اكبر في الحجم ريلاتيفلي، لان الموضوع ده معتمد على الانجل سبتندد ما بين الريز اللي طالعه من عينه وما بين الاوبتيكال اكسس اوف ذا اي. والعكس في الهايبرميتروبيا، لان الهايبرميتروبيك اي هي كسيستم بتدايفيرج اللايت بيمز، فكل ري من دول وهو خارج لو انا قربت منه اكتر الانجل سبتندد ما بينه وما بين الاوبتيكال اكسس بتصغر شويه، في الهايبرميتروبيا العكس صح. تمام؟ يعني في الهايبرميتروبيك اي كل ما بقرب الصوره بتكبر وكل ما ببعد الصوره بتصغر في الحجم. طيب دلوقتي انا بتعامل مع اوفثالموسكوب باينوكيولر غير المونوكيولر سيستم اللي انا كنت بتعامل معاه من شويه اللي هو الدايركت اوفثالموسكوب، صح كده؟ يبقى انا محتاجه في السيستم بتاعي حاجتين. اول حاجه احنا قلنا ان السورس اوف اليومينيشن عشان اجمع بيه الضوء محتاجه كوندنسنج لينس، ومحتاجه حاجه تعكس الضوء، يبقى محتاجه ريفلكتنج ميرور. الحاجة التانية محتاجة أقسم البيم عشان يروح على كل عين من عين الإكزامينر. أنا ببص على أوبجكت أوف ريجاردز واحد بس أنا عاوزاه يبقى بيرسيفد باي بوث أيز. تمام كده؟ فتخيلوا معايا الإكزامينر وهو واقف كده وأدي البالبز بتاعتي. البالب دي هتعدي على تو ريفلكتنج ميرورز، تمام؟ سوري هتعدي الأول هتروح للبيشنتس أي وبعدين هتبقى ريفلكتد باك من البيشنتس أي وهتعدي على الكوندنسنج لينس وكوننا الأريال إيمج. أنا هشوفها إزاي؟ اللايت ريز دي هتعدي على مرايتين، وبعد ما هتعدي على المرايتين هتتعكس في اتجاهاتها عشان تروح تو بوث ايز. ازاي الكلام ده بيحصل؟ بيحصل بالطريق الاتي، احنا قلنا عشان نغير ضوء اتجاهه بنعمل ايه؟ عشان نغير اتجاه الضوء يا بحط مرايه يا بحط بريزم، تمام؟ انا هنا هستعمل البريزمات عشان اغير اتجاه الضوء ده هو ويوصل لعينيا كاكزامينر، تمام؟ فانا بعمل ايه؟ فانا عندي الاكزامينرز اي اهي، وادي البيشنت وادي الاريال ايمج اتكونت. اول حاجه اخليه يعدي على تو ريفلكتنج ميرورز، فاللايت ريز دي هي هتبقى ديفييتد ات رايت انجل يمين وشمال، تمام كده؟ وبعدين كده انا عملت سبليتنج للبيم، لان انا حطيت له مرايتين في طريقه، فجزء من الريز هيديفييت ناحيه العين اليمين وجزء هيديفييت ناحيه العين الشمال. عاوز ارجع اللايت ريز دي بقى عشان ترجع للاكزامينر تاني، فبحط رايت انجل بريزم، الرايت انجل بريزمز دي هين هتقوم واخده لي اللايت ريز ترجع باكورد للاكزامينر. واحنا قلنا ان الاكزامينر عشان يشوف الصوره القريبه هيضطر يعمل اكوموديشن، وانا هحط له حاجه تريليف الاكوموديشن للبريس بايوبيك اكزامينر اللي هم العدستين البلس 2. يبقى هي دي الرسمه اللي احنا لو حفظناها عرفنا الاوبتكس بتاعه البايت اوفثالموسكوب كله، تمام؟ يبقى انا اول حاجه الريز هتعدي على مرايتين يحصل لهم سبليتنج،
وبعدين المرايتين دول هيديفييت اللايت بيمز عن طريق تو ان رايت انجل بريزم، بحيث ان اللايت هيعدي ثرو ذيس اكسس ويبقى ديفييتد ناحيه الاي، وبعدين يبقى سبليت بتوين بوث ايز بالمنظر ده. تمام. الحقيقه الانجل او الانكلينيشن ما بين المرايتين دول هو اللي انا بتحكم فيه عشان اظبط الانتر بيوبيلاري ديستانس بتاعت الاكزامينر، لان مش كلنا عندنا اي بي دي واحد، فكل ما الانجل دي انا بقربها او ابعدها انا بتحكم في الانتر بيوبيلاري ديستانس بتاعتي عشان اظبط الفوكس بتاعي كاكزامينر، يبقى عندي باينوكيولار فيو. تمام. ده الجدول الشهير او احد الجداول الشهيره، الفروقات ما بين الدايركت والاندايركت. طبعا الصوره في الاندايركت تبقى انفيرتد، في الدايركت تبقى اريكت. ده مونوكيولر، ده باينوكيولر. الاندايركت بيسمح لي ابص على البريفري اوف ذا ريتنا، وبيسمح لي ابص شويه ثرو هيزي ميديا، يعني لو انا ببص على عيان عنده شويه كاتاركت ممكن الدايركت اوفثالموسكوب ما يدينيش فيو واضح، لكن الاندايركت ممكن اقدر ابص بيه. الاستيريوسكوبيك فيو بتاع الاندايركت لان هو حاجه باينوكيولر، الدايركت ده حاجه مونوكيولر. والحقيقه الايفكت اوف ذا ريفراكتيف ستيتس بتاع العيان في الاندايركت ما هوش فظيع خطير، لان انتوا زي ما انتوا بتبصوا بالاندايركت اوفثالموسكوب ما حدش فينا ابدا فكر يظبط الديستانس بتاعته والديستانس اوف ذا كوندنسنج لينس علشان يشوف الفندس اكتر، لكن في الدايركت الحقيقه بنبقى مركزين قوي ان احنا نبص ليها او نظبط الموضوع ده عليها. يعني اي سؤال؟